بداية بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك لجماهيرنا العراقية وجودنا بالمباراة نصف النهائي. أنا ذكرت أن مباريات نصف النهائي دائما ما تكون حساباتها مختلفة عن دور المجموعات. إن شاء الله نظهر بصورة طيبة. مباراة أنا ذكرت أن دائما كل مباراة هي عندنا مباراة نهائية راح تكون. وحقيقة يعني إحنا كلاعبين نشكر كادرنا التدريبي على وقوفه مع اللاعبين ودفاع عن اللاعبين. وأتصور إنه هاي ما كنا نفتقدها. الآن عندما يكون المدرب هو المدافع الأول عنك، هاي الثقة اللي راح تنزرع داخل الملعب بين اللاعبين. إحنا كلاعبين نشكر كادرنا على هذا الدعم وهذا الإسناد لنا. وحقيقة هي هاي عائلة واحدة إحنا، حتى تكون تطبيق الواجبات بالملعب عليك إنه تكون تمتلك ثقة من شخصية المدرب القوية، وهذا شيء مهم جدا لنا كلاعبين. أعتقد إنه المباراة راح تكون ليس سهلا، مباراة صعبة، فريق جيد، فريق يمتلك عناصر من عندهم تجربة مباريات كأس العالم، مباريات الدولية، مباريات الكبيرة، لكن احنا عندنا أفضلية بالجمهور، أفضلية بأرضنا، إن شاء الله تكون أيضا سبب في فرحة جماهيرنا مثل المباريات السابقة. شكرا لمدرب المنتخب العراقي كاساس على الحديث، وكذلك اللاعب مصطفى ناظم. الآن نفتح باب الأسئلة للزملاء. أستاذ حسين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد كاساس، شكرا كابتن مصطفى، توفيق ان شاء الله لكم. نثق بالسيد المدرب كاساس وكذلك بلاعبينا. المنتخب القطري بالرغم من مشاركه اغلب لاعبي بكاس العالم، لكن لم يعكس تلك الصوره التي ظهر عليها بكاس العالم. فنعتقد ان الفريق العراقي وثقتنا بلاعبينا والمدرب مؤهل ان شاء الله للانتقال الى المباراه النهائيه. سؤالي، هل يخشى شيء محدد في الفريق القطري السيد كاساس، وفضلا عن ذلك فيما يتعلق بجاهزية اللاعبين، هل كل لاعبين جاهزين؟ ما عنده إصابات إن شاء الله؟ شكرا لكم. No, el equipo ahora mismo está, afortunadamente están todos disponibles. حاليا جميع اللاعبين متاحين. Y el miedo, no le tengo miedo a Qatar. لا أخاف من قطر. Sé que es una muy buena selección y que y con grandes jugadores. أعرف أنهم منتخب جيد ولاعبين جيدين وكبار. Y lo que sí tenemos que tener mucho cuidado porque al ser solo 90 minutos cualquier error te deja fuera. ولكن الشيء الذي يجب أن نحذر منه أن المباراة هي فقط 90 دقيقة وأي خطأ سيجعلك خارج البطولة. Esperemos estar acertados y podernos llevar el partido. لابد أن نكون ملتزمين وندير المباراة. أتمنى من جميع الزملاء أن تكون الهواتف على الصامت من أجل انسيابية المؤتمر. سؤال آخر. شكرا جزيلا. محمد كاريزي من فضائية روداو. مستر كاساس، عندي سؤال. حضرتك فترة قصيرة عايش بالعراق، بس عندك قاعدة جماهيرية هوايو واستقبال مشجعين منتخب العراق. شنو مشاعرك واحساسك لمقابل هاي الحفاوة العالم والاستقبال الجمهور العراقي؟ solo puedo darle las gracias al pueblo de Irak. فقط استطيع ان اشكرهم. Porque desde el primer día nos han recibido con los brazos abiertos. لان من منذ اليوم الاول استقبلوني بأذرع مفتوحه. Todo ha sido hospitalidad y cariño. كل الناس كانوا يعاملوني بمنتهى الحب. Y respecto a lo que es el fútbol, el otro día aluciné. El otro día aluciné, me sorprendí mucho. ولكن كما تعلمون كرة القدم هي تحمل دائما المفاجآت يوما بعد يوم. Cuando entramos en el estadio y dos horas antes ya estaba el estadio lleno, no lo había visto en mi vida. Okay. عندما دخلت إلى الملعب وشاهدت الملعب ممتلئ عن آخره، هذا شيء لم أشاهده من قبل. Eso es un punto de motivación muy fuerte para nosotros. أعتقد هي نقطة حافز كبيرة لنا بالنسبة لنا في المباريات. Les pido que cuando en el partido probablemente pasemos momentos duros.
بكل تأكيد في كل مباراة نتعرض لبعض الدقائق أو اللحظات القاسية. Y ahí es cuando necesitamos su apoyo para poder salir de, juntos de, de esos momentos difíciles. وفي هذه اللحظات الصعبة نحتاج إلى دعم الجماهير للخروج من هذه اللحظات. أتمنى من الزملاء أن تكون الأسئلة مخصصة عن مباراة المنتخب العراقي والمنتخب القطري. تحية طيبة للجميع، غيث جمال قناة الرابعة الرياضية. سؤالي إلى اللاعب مصطفى ناظم، شاهدنا بشكل واضح ويعني لافت للانتباه تغير في الحالة النفسية بالنسبة للاعبي منتخبنا الوطني، هل يعني هناك تغير حدث في المعاملة بالنسبة للجهاز الفني الحالي ويعني التغير مختلف عن المدربين السابقين؟ صراحة يعني في بداية أول تواجد الكادر التدريبي طلبنا عنا أن نكون عائلة واحدة بجميع الأمور، داخل الفندق خارج الفندق بالملعب، وهذا شيء مهم كلاعبين. صور كان قبل هذه الفترة قبل تواجد الكابتن ضغوط نفسية على اللاعبين ونعرفها جميعا، لكن الحمد لله قدر يعالجها الكادر التدريبي. اللاعبين أكون سجام كبير بين الكادر وبين اللاعبين. الثقة اللي أخذناها من الكادر التدريبي هو شيء مهم إن كلاعبين، والحمد لله يعني أمورنا جميعها من سيابية، خلينا نقول تمشي من سيابية جيدة وإيجابية، وجميع الأمور إيجابية. أكيد هو الكادر يحتاج إلى وقت طويل جدا، لكن الشيء الإيجاب إنه اللاعبين استجابتهم كانت سريعة، وهذا جدا مهم إن كمنتخب. أعتقد إنه بمرور الوقت راح تظهر أيضا أمور إيجابية مستقبلا. دائما ما نقول إنه إحنا الوقت هو الكفيل بقطف الثمار، فكل المنتخبات العالمية كل الكوادر التدريبية تحتاج إلى وقت طويل، وعندنا تجارب خلينا نقول على مستوى قطر على مستوى باقي المنتخبات، فأعتقد إن الوقت والصبر هو اللي إن شاء الله راح يظهر نتائج إيجابية مستقبلا. سؤال محمد. تحية طيبة، محمد الشريفي مفيد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية. البعض يعتقد أن المباراة ستكون مباراة مدربين أكثر من كونها مباراة لاعبين، هذا جانب. الجانب الآخر، هل تعتقد أن العامل البدني سيكون له الدور الحاسم، خصوصا أن امتدت المباراة للأوقات الإضافية، أي أن اللاعبون سيلعبون ل 120 دقيقة في حال لم تحسم في الوقت الأصلي؟ Muy de acuerdo con él. متفق تماما مع حضرتك. El tema físico va a ser fundamental. بكل تأكيد الجانب البدني سيكون شيء أساسي. Por eso nosotros hemos ido intentando cambiar jugadores para que todos estén frescos. ولذلك حاولنا في المباريات السابقة تغيير العديد من اللاعبين لامتلاك جميع اللاعبين في حالة بدنية جيدة ومستعدين. Y si llega la prórroga creo que el partido será muy diferente porque los dos equipos estarán muy cansados. وبالطبع في حالة وصول المباراة للوقت الإضافي ستكون الأمور صعبة لأن كلا الفريقين مرهقين تماما. سؤال آخر، دكتور عدنان. تحية لمدرب الأساس، نعم مصطفى ناظم. المدرب لجأ إلى مجموعة من التغييرات في المباريات الثلاث السابقة، هل ستستمر بهذا الحال أم تعتمد التشكيل الأساسي المعروف لدى الجماهير؟ شكرا. Para mí todos son titulares. بالنسبة لي جميع اللاعبين أساسيين. Los 23 que vienen aquí entiendo que pueden ser titulares en cualquier momento. مجموعة ال 23 لاعب المتواجدة حاليا هم جميعا أساسيون. Porque además hay jugadores que en algún momento están mejor que otros. في بعض اللحظات من المباراة بيكون بعض اللاعبين أفضل من لاعبين آخرين. Para esta semifinal saldrán al campo los 11 jugadores que creo que están mejor y que se pueden adaptar mejor al tipo de partido. بكل تأكيد سيتواجد في مباراة قبل النهائي ال 11 لاعب الذي أعتقد أنهم المميزون أو الأفضل لتلك المباراة. Serán los titulares para este partido.
سأختار اللاعبين الأساسيين لهذه المباراة فقط لهذه المباراة. Pero probablemente para otro partido utilizaría otro tipo de jugadores. ولكن بالطبع في مباراة أخرى سأستخدم لاعبون آخرون. Ellos tienen características diferentes. Nuestros jugadores tienen características diferentes. كل لاعب يملك شخصية مختلفة. Y por eso no los considero titulares o suplentes, sino que se adaptan según el partido. ولذلك لا يوجد أساسي ولا يوجد احتياطي. على حسب كل مباراة نضع الخيارات المتاحة أو الخيارات التي ستساعدنا. السراج قناة الشرقية مبارك لك الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي. هل تعتبر هذه المباراة هي البداية الحقيقية للمنتخب العراقي في بطولة كأس الخليج؟ وسؤال للكابتن مصطفى ناظم، اللاعبين ربوان، آلاي، أمير، هل يشكلون إضافة لكم كلاعبين؟ Hombre, cuanto más se acerca la final, el partido es el más importante. أكيد بما أننا نقترب من النهائي بالتأكيد فالمباراة مهمة جدا. Pero como ya dije otra alguna vez que me confundieron con lo de la filosofía de Simeone. في مرة من المرات تحدثت وتم فهم تصريحاتي بشكل خاطئ حول سيميوني. Hay que ir partido a partido. كنت أقصد من التصريحات أن أفكر في مباراة 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 على حدة في كل مباراة على حدة. Sin duda ahora mismo el partido frente a Qatar es el partido más importante que tenemos de todos. وبدون شك مباراة قطر هي المباراة الأهم في هذه اللحظة. Pero a pesar de eso no podemos olvidar el objetivo a largo plazo. لا ولكن بالطبع لا يمكن أن ننسى الهدف على المستوى البعيد. يعني حقيقة أي لاعب متواجد هو من اختيار الكادر التدريبي أكيد هو إضافة للمنتخب العراقي. ريوان، أمير، آلاي لاعبين أدوا دورهم، لاعبين جيدين، وأكيد إن إحنا كلاعبين لاعبي كمل الآخر ودشوفهم يظهرون بمستويات مميزة، والتعاون والروح الواحدة هي اللي جاي يشوف إنه جميع اللاعبين مميزين. أتمنى إنه يستمر هذا الشيء. المباراة المقبلة هي مباراة مختلفة، أتمنى إنه جميع اللاعبين يظهرون المستوى حتى نفرح جماهيرنا. نبا الشمري، وكالة الداعي نيوز. لاحظنا أن طريقة اللعب المفضلة إليك 4-2-3-1، ولكن غيرت طريقة اللعب إلى 5-3-2 في مباراة السعودية، فقط نظرا لهطول الأمطار أم أننا سنشاهد المنتخب يلعب بطرق مختلفة في الظروف العادية؟ أم أننا سنشاهد المنتخب في بعض الأحيان يلعب في طرق مختلفة في الظروف العادية؟ En principio, la idea de adaptarnos a los sistemas depende de los jugadores que tenemos. بالطبع أولا طريقة اللعب هي دائما على حسب إمكانيات اللاعبين المتواجدين مع الفريق. Sí, es cierto que el día de la lluvia tuvimos que cambiar por el campo. هذه حقيقة في مباراة السعودية اضطرينا إلى التغيير بسبب سوء أرضية الملعب. Pero no descarto cambiar en otros momentos en función del partido, de los jugadores, etc. ولكن هذا لا يمنع أننا من الممكن أن نغير طريقة اللعب في بعض المباريات الأخرى في بعض اللحظات على حسب المباراة وعلى حسب حالة اللاعبين. Creo que en el fútbol igual que en la vida hay que tener la mente abierta y estar preparado para cambiar cosas. أعتقد أن كرة القدم هي مثل الحياة. يجب أن يكون عقلك منفتح متفتح دائما لتغيير بعض الأشياء في أي لحظة. فقط توضيح، يعني التغيير اللي صار في التشكيل الأخير ليس بسبب سوء أرضية الملعب، بسبب سوء الطقس. السلام عليكم، علي البدران من وكالة بغداد اليوم. شاهدنا المنتخب الوطني برتم متصاعد بصراحة من مباراة عمان وصولنا إلى مباراة اليمن، تحقيق نتيجة وأداء. هل ارتفاع الرتم يشكل وسيلة إيجابية لكاساس بأنه يرى الفريق جاهز لمباراة قطر يوم غد إن شاء الله؟
Yo estoy muy contento con el ritmo de y la entrega y con todo lo que han dado mis jugadores. سعيد جدا بنسق اللاعبين وريتم اللاعبين وكل الانتاج الذي ينتجه اللاعبين. Creo que en todos los partidos que hemos jugado con mayor o menor acierto, pero nadie le puede decir a los jugadores que no se han entregado. أعتقد لا يوجد شخص يمكنه أن يقول أن أي لاعب في الفريق لم ينتج ولم يعطي الجهد في خلال أي مباراة من المباريات السابقة. Nosotros tenemos mucha ilusión de ganar a Qatar y estar en la final. نملك الرغبة الشديدة في الفوز على قطر وبلوغ المباراة النهائية. Que nadie dude que si alguien los que más queremos ganar son los jugadores y nosotros. لا يجب أن يكون لدى أي شخص أي شك نحن نريد الفوز في هذه المباراة سواء الجهاز الفني أو اللاعبين. Llevamos mucho tiempo entrenando y concentrados en el hotel sin poder salir sin ver a las familias. بكل تأكيد نحن في معسكر مغلق لا نستطيع الخروج نتدرب من فترة طويلة نستعد من فترة طويلة. O sea, que pase lo que pase más que nosotros no hay nadie con ganas de ganar. ولكن بغض النظر عن أي شيء لا يوجد أي شخص يريد الفوز أكثر منا. شكرا لحضور مدرب المنتخب العراقي كاساس وكذلك لاعب المنتخب الوطني العراقي مصطفى ناظم وشكرا لجميع الزملاء. شكرا لكم.